الخامات اللي تصنع منها سبح الخامات جدا كثيرة. إذا تبي تتكلم عن الخامات الطبيعية، في عندك الخامات الصخرية كثيرة، يعني بحر. غالبا الخامات الصخرية تكون دائما ثقيلة الوزن ويكون صوتها صخري. الخامات الطبيعية تغلب عليها الخفة شوي، يعني تكون خفيفة بعض الأحيان، مو الكل، لكن الغالب أنها تكون خفيفة. مثلا عندك القرون العاج مقارنة بالخامات الصخرية، العاج يعتبر أخف من الخامات الصخرية لكن يعتبر ثقيل. برضو من الخامات المصنعة هذه أنت تدخل على مجال ثاني، تدخل في مجال اللون، تدخل في مجال الصوت، تدخل في مجال الملمس. فكل شكل من أشكال الخامات لها مواصفاتها ولها نوادرها ولها عشاقها. القصة بدأت معي، كنت راكب مع أحد الأصدقاء، فكنت رايح انا وياه مشوار، وكنت شايف في ايده سبحه. وبعد ما وصلنا للمشوار طلع شنطه كذا وفتحها وحط السبحه اللي معاه واخذ سبحه ثانيه، الشنطه كلها مليانه سبحه. انا استغربت من الموضوع. بعد ما خلصنا المشاوير كلها سالت، قلت ليش عندك يعني اكثر من واحده؟ مو واحده تكفي؟ قال لا، كل واحده لها مناسبه، وهذه شكلها حلو وهذه شكلها حلو. فعجبني الموضوع. سبحة بملايين، أكيد سبحة بملايين، ما في إشكالية سبحة بملايين. لما أنت تستخدم الماتيريال والخامات أنها تكون غالية جدا، تستخدم مثلا تسوي سبحة من حجر كريم، دخل فيها الماس، هذا اللي هو عاج نابل فيل، غالبا يكون ملمس ناعم، لمعته جميلة جدا، وصوته أشبه بصوت الزجاج. هذا الصوت، هذا حجر عين النمر، يجي من مصادر مختلفة وكثيرة، صوته غالبا يكون صوت صخري. هذا المسباح اللي هو عاج الهورنبل من الخامات الغريبة والنادرة، وسعره جدا غالي. طبعا من ضمن الأشكال الغريبة والجميلة والنادرة اللي هو نابل فقمة. نابل فقمة يختلف عن نابل فيل من ناحية اللمعة ومن ناحية الملمس. هذا اللي هو قرن غزال الايل الهولندي. طبعا القرن هذه طلع لنا سبحة واحدة، لأنه راح يكون فيها هدر كثير في أماكن ما يكون فيها سماكة عالية. طبعا مادة الكهرمان هي أكثر مادة مطلوبة عندنا في الخليج، ندرتها في زيادة وسعرها بارتفاع مستمر، وبصراحة ألوانه جميلة، يعتبر من الجمال الرباني.